ووردنا الآن هذا الخبر العاجل، حيث اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبد الله محافظ البنك المركزي، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، ومحمد معيط وزير المالية، لمتابعة عدد من ملفات العمل الحكومي في المجالين الاقتصادي والتنموي، وذلك في إطار متابعة الرئيس السيسي للجهود الحكومية لتلبية احتياجات المواطنين في مختلف القطاعات الخدمية وتعزيز العمل الجاري لدفع معدلات النمو الاقتصادي والدخل القومي.